بلا مخ. مرة جت لعندي على المكتب من بعد ما فقدت الدعوة دعواها ضدي وما استأنفت، يعني كانت عم تعترف انه هي اجرمت بحقي. كنت انا رفعت على سريع دعوى رد اعتبار وطلبناها على التحقيق، وكان لازم يومتها تتوقف. فطلب القاضي يوقفها، نسجنها انا وكريم ورولا. بس هاي بأي سنة؟ بس عشان كريم الناس تعرف يعني إنه أي سنة كانت؟ 2011، 2011 لانه مكتبنا كان بمونو 2010 2011، انا بربط الاماكن بس. فاجت عندي دقت على الباب، لا فتحنا لها وفاتت. مهم بهيدي القعده يعني لحتى تطلب مني سقط الدعوه حتى ما تفوت على الحبس. قلت لها كيف بتطلع على الهواء؟ افتكر مع توني خليفه بتقولي، قالت عني عاهره. تضحك، قالت لي هون عم بخبر هالخبريه لعرف الناس انه كيف شخصية هيفا. هيفا بتقول اشياء تندم عليها بعدين، لانه قالت لي شفت غلطت. بالضبط هلا تذكرت، شفت غلطت.